ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لك في رحلة مدرسية؟ فلوسك تضيع، يمكن تتوه، تقع، تتعور، حاجات شبه كده. لو تعتقد ان ده اسوأ حاجة ممكن تحصل، هتقول ايه في مجموعة من الاطفال بيطلعوا رحلة مدرسية الكهف؟ اول لما بيدخلوا الكهف الدنيا بتبدأ تمطر، بيتحبسوا في الكهف ما بيقدروش يطلعوا لان الكهف بقى مليان مية، والحتة اللي هم قاعدين فيها الاكسجين عمال يخلص، مفيش حد قادر يوصل لهم ولا هم قادرين يوصلوا لحد، حرفيا مفيش امل. Today's movie is 13 Lives. 13 Lives من إنتاج 2022 ومن إخراج رون هاورد، اللي عمل أفلام عظيمة قبل كده زي أبولو 13 و Beautiful Mind و سندريلا مان، ومن بطولة فيجو مورتنسن، كولين فاريل وجويل إيدجرتون. الفيلم من نوعية البيوغرافي دراما ثريلر، وبيحكي القصة الحقيقية لأحد المآسي الإنسانية اللي حصلت في تاريخ تايلاند سنة 2018، لما فريق كرة من الأطفال الصغيرين بيقرر الكوتش بتاعهم إن هو ياخدهم في رحلة لكهف، وبعد ما بيدخلوا الكهف ده للأسف بتقوم عاصفة، العاصفة بتجيب كمية مطر مش طبيعية، وهم عمالين يدخلوا ومش واخدين بالهم لان هم جوه كهف، فالميه اللي بتدخل من الاخرام قليله، ولكن اول ما يوصلوا لاخر الكهف ويحاولوا ان هم يرجعوا تاني هيلاقوا ان الحته اللي هم كانوا ماشيين فيها على رجليهم ما عادش فيها طريق. مش بس كده، ده الميه وصلت لحد السقف، لا هم عارفين يطلعوا ولا حد قادر يدخل لهم. العاصفه ما بتوقفش والمطر ما بيوقفش، وفي 5000 واحد واقفين على باب الكهف مش قادرين يدخلوا الاطفال. الاطفال مش على بعد 30 ولا 40 ولا 50 متر، دول على بعد 3 كيلو جوه الكهف. وبعد تقريبا 3 اسابيع وقفوا في حيره، ازاي هنطلع اطفال عندها 10 و11 سنه ان هي تعمل دايفنج لمسافه 3 كيلو متر في مكان من اضيق ما يكون؟ حتى امهر الغواصين والغطاسين بيموتوا في كهف زي ده. اللي بان في الاول انه مهمه مستحيله تاكد في الاخر انها مهمه انتحاريه. انا فاكر جدا القصه دي لما حصلت من حوالي 4 سنين، وكنت بتابعها على الاخبار، وكنت دايما بشوفهم في الاخبار عمالين يقولوا بعد 5 ايام، بعد 10 ايام، بعد 15 يوم، هي الاطفال دي عايشه؟ طب الاطفال دي لو عايشه، طالما وصلت لهم وتاكدت انهم عايشين ما تطلعوهم؟ السؤال يعني اللي كل الناس بتساله نفسها دلوقتي. لو انت قادر ان انت تدخل لهم وتوصل لهم اكل وشرب، يبقى انت قادر ان انت تطلعهم، الموضوع منتهي بسيط يعني. بدل ما تروح بتانك اكسجين روح بتانكين وانت داخل، هتعيل وانت طالع. ويا للهول لاني كم كنت جاهلا. عشان تفهم قد ايه الموضوع مشكله، خليني اشرح لك الاول الموقف عامل ازاي. الناس دي جوه في الكهف 3 كيلو جوه، 3 كيلو في اخر الكهف. الكهف نفسه 70% منه مليان ميه. البروفيشنال مارينز والنيفي سيلز دول والناس المتخصصه في انقاذ الكهوف عشان تروح من مدخل الكهف لحد الاطفال بياخدوا 8 ساعات تحت المية. 8 ساعات دايفنج، 8 يعني انت لو بدات دايفنج من مدخل الكهف الساعه 12 الظهر، 8 بالليل توصل لهم، ودول الناس المحترفه البروفيشنال. وعشان يرجع تاني لازم يرجع 8 ساعات، فمجرد رحله الذهاب والعوده 16 ساعه. لازم تبقى شايل فيها تنكات الاكسجين اللي مكفيك رايح جاي، لازم تقدر تتنفس بطريقه معينه، لازم تبقى محترف. مش بس محترف دايفنج، انت محترف دايفنج لاوقات طويله في اماكن ضيقه جدا. ولو انت مازال الموضوع تقول يعني كده، خليني اقول لك ان في مهمه الانقاذ اللي هم حاولوا ينقذوا فيها الاطفال دي، في ناس ماتت، في غطاسين ماتوا، في محترفين ماتوا، في ناس طول حياتهم وشغلتهم كلها ان هم يغطسوا ماتوا. فازاي هتطلع اطفال عندها 10 و11 سنه من اخر الكهف تعوم بيها 8 ساعات لبره؟ المهمه مش صعبه، المهمه مستحيله، انت ما تقدرش تمشي بيهم 5 متر اصلا، هتمشي بيهم ازاي 8 ساعات؟ ده الناس كمان بيقولوا ان في الحقيقه كان اسوأ من اللي في الفيلم، لان في الفيلم على الاقل انت شايف قدامك، في الحقيقه قال لك انت ما كنتش شايف قدامك نص متر. ليه؟ كان في طيار جوه الكهف فكان الميه مطينه مغيمه، ما انت شايف حاجه غير 30 40 سنتي قدامك بس. يعني اللي انت تشوفه في الفيلم كمان نسخه مخففه من اللي حصل في الحقيقه. مهمه الانقاذ ببساطه مستحيله، الاكسجين بيقل، 8 ساعات عشان تعرف تطلع مش تعرف تطلع، العاصفه والمطر ما بيوقفش، الناس متسابين من غير رعايه طبيه، كل البروفيشنالز جم من كل العالم وقالوا مفيش امل، ما عندناش حل. الفيلم ده رائع، الإخراج رائع، التصوير رائع، التمثيل بتاع الناس غير طبيعي في الجمال. الفيلم كان انجيجينج وعاطفي إلى أقصى درجة، مفيش لحظة ملل في ساعتين ونص من المتعة الخالصة اللي هتشوف فيهم أكشن، هتشوف فيهم ثريلر، هتشوف فيهم دراما تخليك تعيط عن واحدة من أصعب مهمات الإنقاذ اللي تمت في التاريخ. مهما حكيت على الجمال اللي موجود في الفيلم ده مش هيكفي، لازم تشوف الفيلم. وخلي بالك أنا محرقتش النهاية ومحرقتش إيه اللي هيحصل، وأشك إن أي حد من اللي كان متابع الموضوع ده زيي عرف ايه اللي هيحصل في الاخر. حتى انا سالت الدايره اللي حواليا، انتوا عرفتوا ايه اللي حصل في اخر القصه دي؟ مين عاش؟ مين مات؟ طلعوا ما طلعوش؟ لو طلعوا طلعوا ازاي؟ لو ما طلعوش حاولوا طلعوهم ازاي؟ لازم تشوف الفيلم عشان تشوف قصه مهما حكيت لك عليها مش هتصدقها غير لما تشوفها. احنا برضه عومنا السفينه بتاعت قناه السويس يعني، وعاملين ارقام جامده يعني، بس اللي افتكره دايما في عمليات الانقاذ هي عمليه انقاذ خاصه بي انا. مره على الدائري في مكان مقطوع كده، العربيه قطعت مني بنزين، كلمت اوبر، كلمت كريم، كلمت الناس دي كلها، ما رضيوش ان هم يجيبوا لي بنزين في ازازه، قالوا لي البنزينه مش
ترضى. كلمت ونش انقاذ قلت له جيلي تنقذني، قال لي جاي لك يا باشا. قلت هي دي الحياه، اكسبيليتي والمستقبل هنا، تليفون انقاذ وقتي. قعد نص ساعه ما جاش، كلمته من انا شوف في ايه بقى لحد حد ينقذني. قال انا اسف يا باشا الونش قطع بنزين. قلت له بس حلو قوي، وانت بقى بتجيب بنزين هات لي 3 لتر معاك. ونهايه القصه عيده، جه وجاب لي البنزين وانقذني. فعلا قصه حلوه. ومره تانية عطلت على طريق اسكندريه الزراعي ولسه بشوف هعمل ايه ومحتار، لقيت اسعاف معديه من جنبي. هبكي من الفرحه. انا كنت عطلان على اول كوبري كده، راجل قال لي دهشور من فوق ولا من تحت؟ قلت له معرفش صراحه مش من هنا. قلت له بس انا عطلان. قال لي ماشي اوكي، شكلها كده من فوق الكوبري بيكلم صاحبه. قلت له انا عطلان انقذني، انت مش انقاذ؟ قال لا يا باشا انا اسعاف، عندك هبوط انا ساعدك. قلت له ما فيش هبوط بس انا مش يعني انقذني. قال لا يا باشا انا اسف والله، وراح مسمعني امريكاني كاوتش. دي كانت قصه حزينه. بريكومند الفيلم ده جدا للناس اللي بتحب القصص الحقيقيه وخصوصا قصص الانقاذ الحقيقيه. الفيلم ده هيوريك العظمه الانسانيه لما البني ادمين بيحاولوا يجتمعوا ان هم يعملوا شيء عبقري، شيء خير، شيء لمصلحه الكل، لما بيحصل تكاتف جهود من جميع انحاء العالم عشان ينقذ مجموعه اطفال ما لهمش ذنب في اي حاجه. فيلم 13 لايفز من الافلام اللي عجبتني قوي قوي، وتقييمي لي هو 9/10. الفيلم ده من الافلام العظيمه، استمتعت بكل لحظه فيه، وطول الفيلم عمال افكر ازاي هو قدر يوصل لي ان هو جوه الكهف بجد، ان اللقطات دي متاخده جوه الكهف. الاستوديو كان عامل ازاي، البلاننج بتاع المشاهد دي كان عامل ازاي، اخراج بتاع الفيلم ده صعب قوي عشان يديك الاحساس ان انت جوه الكهف معاهم وان الناس دي محبوسين بجد. مفيش لحظه من اللحظات بتشك في مكان ان هو يبقى استوديو او ماكيت او حاجه فيها ديكور. الموضوع دقيق جدا كانك بتشوف دوكيومنتري عن الحدث نفسه. فيلم استحق احترامي واعجابي، لازم شوف الفيلم ده، ارجوك ما تفوتوش. واحده من الكوتس اللي تقول لك قد ايه الموضوع كان صعب لما واحد من الدايفرز قطع اول 8 ساعات عشان يوصل لاخر الكهف وهو بيقول لصاحبه that was exciting but not in a good way. وبس، ولو وصلت لحد هنا يبقى انت وصلت لاخر الفيديو، شكرا جدا ليك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو لسه قدامك افلام كتير محتار تشوف اي واحد خليك معايا وانا اقول لك. شوف الحلقه الجايه من وشوف لي. سلام.